اليوم حوالي الساعتين أو ثلاثة إجي على المخيم وأعمل عيادة بشكل تلقائي بأي خيمة موجودة بعد ما شفت الحاجة الكبيرة للناس. من هنيك انطلقت، من هنيك كانت الفكرة أنه ضروري نعمل عيادات نقالة تكون موجودة وتساعد الناس ونقدر نغطي هذا الفراغ الموجود. فأنا بعتبر أنه أهميته كتير كبيرة أكثر من يمكن أحياناً عيادات كبيرة ومشافي بسبب الفراغ والخدمة اللي عم أقدمها للناس. أكثر الصعوبات اللي بنواجهها هي أنه ما بنقدر نشخص المرض بشكل صحيح لأنه ما بنقدر نوفر تحاليل أو صور لهي المرضى.